أي هي المساحة يلي حابين نكسبها؟ برأيك بعد التعديل بنقدر نأمنها؟ طبعاً، لأنه التصميم مطابق للمواصفات ومنقدر نستغل الزاوية تماماً. هيك الشغل ممتاز. ها؟ وصلوا بالوقت المناسب. أهلين وسهلين. كنت عم بتناقش أنا والأستاذ كينان بمخطط الديكور الجديد. كينان مهندس الديكور، العم أحمد، وسامي مديري. أبداً، فيك تقولي منشتغل سوا. تشرفنا. بصراحة نحن ما كتير بحاجة لحتى نغير الديكور هون. معك حق عمي، بس مثل ما بتعرف حضرتك لما المكان بيكون أوسع بيكون الشغل أريح. أنا رح أرسم لكم مخطط عن التصميم وأنتوا قرروا. تمام كينان، بس من هلا عم حطك بالصورة، ما رح نعطيك مصاري ونعوض لك إياها بشغل تاني، اتفقنا؟ ولا يهمك، مو بيناتنا. فرصة سعيدة. نورتي هلا. شكرا. ليك ما بدي تفهم الكلام اللي بدي أقوله غلط يا ابني، بس بهالشركة أي شيء بتشوف إنه بحاجة لتعديل ولازم تقرر بخصوصه بتمنى بالأول تأخذ رأينا قبل ما تعمله. العفو منك، أنا هيك كنت مقرر إنه لما يخلص التصميم أخده وأعرضه على حضرتك وأخده موافقتك. لو خبرتنا قبل ما تعذب زميلك كنا وفرنا عليكم هالتعب كله. نحن عاجبنا منظر الصالة، ما بدنا نغيره. بابا أنا برأيي إذا عملنا شوية تغييرات بالصالة فهذا الشيء ما رح يكون غلط. بصراحة فكرة خليل حلوة، وعلى كل حال نحن لسه ما عملنا أي شيء بالمرة. خلينا نطلع على التصميم وبعدين منشوف، إذا عجبنا ما في مشكلة. طيب طيب، عملوا اللي بدكم يا. ليش تضايقك هالقد؟ يعني القصة ما بتستاهل هالمحاضرة كلها؟ بابا مو متعود حدا يعمل شيء بدون ما يستشيره بالأول، وقلت لك هذا الحكي من قبل، أنت لو خبرتني كنت حطيته بالصورة. قصدك أبوك بيروقراطي يعني؟ يعني فيك تقول هيك شيء. يلا تعال نشرب قهوة سوا.